أكتوبر تشرين الأول. اليوم القمر مرافقنا من برج مائي برج السرطان، والأجواء اليوم صارت أفضل للأبراج المائية، موالي برج السرطان العقرب وأيضا موالي برج الحوت اليوم وبكرة. لكن هذا القمر بالوقت نفسه عم بيشكل مربع مع الشمس، يعني بترجع الأمور وبتتخربط نتفي عند مواليد برج الحمل وأيضا عند موالي برج الجدي. فكيف رح بيكون نهارنا؟ منبلش مع برج الحمل. بالنسبة لك مولود برج الحمل، طبعا أنت لازم تعرف إذا متابعني يوميا بتعرف أنه شهر أكتوبر شهر شوي مشربك اليوم، لأنه في عنا هالمربع الفلكي بالقمر والشمس، الظروف عندك شوي بتزيد حدتها. يعني إذا أنت رايح على شغلك وعادة بتكون شوي رايق، اليوم يمكن يكون أقل رواقا. إذا أنت شخص أعصابه بتكون إجمالا منا هادي، فاليوم بدك تعمل حساب انه بدك تضلك راي، بدك تعد للعشره، ما بدك دغري تفش خلقك. واكثر شيء اليوم معقول يغلطوا برج الحمل انه يفش خلقه باقرب الناس لإله. الاكثر تعبا 5 6 و 7 نيسان ابريل. بنتقل لبرج الثور. بالنسبة لبرج الثور بعتبر هيدا نهار أنشط من امبارح، هيدا نهار بيساعد لما الإنسان بيكون نشيط فكريا وجسديا بيطلع بإيده الشغل، فاليوم مولود برج الثور بيطلع بإيدك شغل، في شغل كتير ولكن أنت قد وقدود، حتى فيك تشتغل وتكتب وتحكي وتتلفن وترد على التليفونات وكون عم بتسوق، طبعا ما لازم تسوق أنت عم تحكي، لكن كل الأمور مولود برج الثور بيقدر يستوعبها بسرعة. مالتي تاسكينج بتقدر أنت عليها اليوم بسرعة وبنجاح. الأكثر حظا 23 24 نيسان أبريل، 10 11 وأيضا 13 14 أيار مايو. بكمل مع برج الجوزاء. بعد الإيجابيات موجودة عند مولود برج الجوزاء، لكن بده ينتبه تفاؤلك اليوم مولود برج الجوزاء بخليك نوعا ما أنك تتحمس زيادة لحتى تصرف مثلا أو لحتى تشوف حالك أكثر، فخليك متواضع، خليك نفس الشيء، ما تشوف حالك كتير، شوف حالك شوي، حاول انه تتفاهم مع الناس بطريقة الند للند. طبعا الثقة بنفسك كتير قوية اليوم، وفي احتمال تربح، احتمال اليوم يكون عندك مكاسب كتيرة. الأكثر حظا 29 30 31 أيار مايو. بكمل مع برج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان، وصل القمر لبرجك، هيدا شيء كتير 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 مهم، لأنه بيسمح لمولود برج السرطان يطلع من زهقه، يطلع من انزعاجه، يطلع من هالحير اللي مقعد حاله فيها وقاعد عم بهمهم صار له يومين ثلاثة أربعة أو عشرة أيام. اليوم مولود برج السرطان بيطلع بإيدك كتير أمور لحتى تساعد حالك بالدرجة الأولى. أول شيء تفكر بينك وبين حالك إنه الأمور تغيرت، صار في مجال إنه الأمور تمشي. جرب، مش تقعد مكتف ايديك ما عم تعمل شيء، في قرار، في تغيير، في انفراج، إذا جربت وحاولت رح بتلاقي إنه الأمور رح يمشي حالها اليوم وبكرة بقوة. الأكثر حظاً مواليد حزيران يونيو. بنتقل لبرج الأسد. بالنسبة لك مولود برج الأسد، الجو اليوم بيهدى، بيهدى كأنه عم بيعطيك مجال لحتى تقعد تفكر، تفكر باللي صار بهاليومين الثلاثة، بهالأربع أسابيع اللي مرقوا، هل يا ترى بتكمل بنفس المسار؟ هل يا ترى بتعتمد أسلوب مختلف؟ بتصير تشيل وتحط، بتقيم الأمور. اليوم نهار ما رح يعطيك وضوح للرؤية، ما رح تشوف الأمور مثل ما هي، حتى ولو حدا دفشك، اليوم ما لازم تاخذ قرار، الأمور مش ظابطة مثل ما أنت مفكر. بتضل هنالك شوية ضغوط عند 29 30 31 تموز يوليو، فكونوا منتبهين. بنتقل لبرج العذراء. مولود برج العذراء اليوم نهار بتقدر تغير نوعيته وتجعله نهار بهجي ونهار فرح ونهار تكون مع الأصحاب ومع الناس، حتى وين ما كنت بشغلك بعملك بالبيت وين ما كنت. اليوم مولود برج العذراء شخص ضحكته حلوة، وحتى الضحكة إذا مش على وجهك بتكون بعيونك، الأجواء حلوة كتير، حط إيدك بإيد الآخرين وبتطلع ربحان. الأكثر حظا 24 ل 27 آب أغسطس، 12 13 أيلول سبتمبر. كمل مع برج الميزان. بالنسبة لمولود برج الميزان، اليوم أنت تحت الأضواء، اليوم صار وقتك، صار وقتك تبين، صار وقت الامتحان. عندك يمكن دروب كويز، انتبه الاشياء فيها تكون على فجأة، لا تكون جاهز،
يمكن انت تعبان منك مرتاح 100%، لكن في احتمال اليوم مولود برج الميزان انه يتخطى كل الامور. ليش؟ لانه الشمس موجوده ببرجك، واضح تماما نوعيه الوقت عم تقلك في مسار جديد بده يتاخد، يمكن بدرسك عم بتغير ميجر، او عم بتقلع بالجامعه، بتقلعه بالمدرسه، بشغل جديد، او عم تنقله على مكتب اخر، او تغير المدير، صار في عندكم مدير مختلف، ففي نقله نوعيه. الاكثر حظا 1 2 3 اكتوبر. كمل مع برج العقرب. مولود برج العقرب قلت لك الاربع ايام اللي مرقوا، الخمس ايام اللي مرقوا كانوا بفشلوا، ما كانوا منيح فلكيا. نوعية المكافآت اللي أخذتها منا مثل ما أنت بتتأمل. اليوم نهار أنا بعتبره نهار بيساعدك لدرجة كتير كبيرة. اليوم نهار بيفتح قدامك مجال لحتى كون أول شيء جريء، مولود برج العقرب جريء إجمالا، لكن كان عم يعمل حساباته ومقرر أنه ما يفتح تمه. فاليوم أنت جريء، تقدر تحكي، تقدر تروح خطوة وخطوتين أكثر. المهم اليوم نوعية الوقت بتساعدك، إذا في عندك شيء مضطر تعمله اليوم نوعية الوقت جيدة لذلك. الأكثر حظا 3 4 14 15 16 نوفمبر. كمل مع برج القوس. بالنسبة لبرج القوس لما كان القمر باليومين اللي مرقوا ببرج الجوزاء كنت مزعوج، كنت عصبي، نرفوز بسرعة، خلقك ضيق، يمكن حتى زعلت كيف اختلفت مع فلان او كيف جادلت معه. اليوم نهار بيخليك نوعا ما تشوف الامور من زاويه مختلفه وتقول لا، في مجال للصلحه، في مجال لترتيب الامور، وهذا اللي بدك تشتغل عليه بين اليوم وبكره، واصلا هذا الشيء بدك تشتغل عليه اليوم وبقيه ايام هيدا الاسبوع. 2 3 4 ديسمبر الاكثر نشاطا. بنتقل لبرج الجدي. بالنسبة لك مولود برج الجدي، أنت بهالمربع الفلكي الموجود اليوم رح بتكون مزعوج فلكيا. كيف أنت بتطبقها على الأرض، كيف تتعامل مع الأمور، كيف رديت فعلك على الأمور، كله بيرجع بيعود لك. اليوم نهار إيه بتحس أنه قاعد أعصابك من الصبح، مش أنه مشكلجي، لكن من الصبح بتحس أنه المشكل عم بيدور عليك. فأنت اللي لازم تعمله بس لما تفرح او تنبسط او تضحك او تخلي البسمه على وجهك دغري بتطفي نار الفتنه. اليوم نهار مشكلجي فلكيا، فبعد عن المشاكل طفيها. 21 22 ديسمبر نسبيا هن يلي بقدر شيلهم من تحت هالعاصفه وبعتبرهم الاوفر حظا. بنتقل لبرج الدلو. بالنسبه لبرج الدلو اليوم نهار بيقول لك اوكي هيدا الشهر حلو، فرجينا شطارتك. هيدا نهار بيقول لمولود برج الدلو اوكي عدوا واشتغلوا، هيدا نهار بدك تشتغل فيه. ترجع بتحس انه الدرس ثقيل، ما عم بتلحق، مقصر، ما انتبهت شو صار باليومين اللي مرقوا بشغلك او بالمدرسه، شو كان عم يحكي الاستاذ، ما نكون منتبهين. هيدا اليوم في شغل، بدك تضطر ترجع للمراجع كلها لترجعوا تقلعوا وتكملوا بطريقة جيدة بهيدا النهار على كل المستويات. نهار متعب نسبيا، في تنقلات كتيرة وفي سفر معقول. كونوا حذرين من السرعة من المشاكل. 26 ل 29 كانون الثاني يناير الأكثر حظا، فينا نقول مواليد 30 31 كانون الثاني يناير. بنتقل لبرج الحوت. بالنسبة لبرج الحوت لأنه القمر موجود ببرج صديق لك ببرج السرطان، بتحس انه خي ارتحنا اليوم، خي واخيرا فينا نتنفس، فينا نتنهد. واكثر من هيك اليوم بحل لك المشكل. اليوم نهار بدك تتشاطر نتفي، بدك تقوي حالك نتفي وتلبس ثيابك وتروح وتهمها. اليوم بدك تشتغل لحتى تزبط الامور لانها رح تزبط. الاكثر حظا 12 13 14 اذار مارس. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم سنة معقول تقدم لك فرصة لحتى انت
تحسن أوضاعك. أول شيء نفسيا، هيدي السنة بتعطيك معنويات أكثر، هيدي السنة بتعطيك أسباب لحتى تكون فخور بنفسك. في احتمال أنه أنت بشغلك تتقدم، بجامعتك تتقدم، بدرسك تتقدم، لكن ما رح تكون الأمور على طبق من فضة مثل العادي، لكن على الأقل نوعية السنة بتخليك توصل للقمة وجهودك ما بتروح ديعان. أكتوبر، شباط، فبراير، حزيران، يونيو أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة، أبراج جديدة، باي باي. شكرا لك كارمن على بداية عالم الصباح. مثل العادة مشاهدينا، محطتنا الأولى كانت إذن مع الأبراج. رح ناخد أول بريك ومن بعدها رح ننتقل لحتى نتابع بقية فقراتنا. محطتنا التالية بتكون مع هادية على الموضة.